السلام عليكم متتبعين ديال قناتنا في غفليزيغ. في هذا الفيديو هذا اختاريت لكم اجمل واحلى لحظات الصيد اللي عشتها في سنة 2021. مرحبا بكم، نتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله كابيلا ودا السي محمد هي اللي موجوده دابا. ها انت بارك ها الفراجه ها ها انت وحده تابع الاخرى الا سخر الله. ها بسم الله السرديل والصنارة. بسم الله ها انتم الحصيلة اللهم بارك. كابايلا هي اللي كانت ضاربة هاد العشية هادي. ها انتم تبارك الله تقريبا علينا ستطلع عامرة. ها انتم اللهم بارك. ودابا راه غادي نديرو الشوايلة سخر الله ونديرو شي مقيلة وبالليل عاوتاني نعاودو نصيدو على صيغة إلا سخر الله ولا شي بياسة كبيرة مع تيسير الله. هاهي الشوايلة سخر الله داكشي التقليدي كابغينا في العواد. هانتوما اللهم بارك. ها الأخرى هنا في المقلة كتسنى الأخرى باقا تطلع عند السي محمد راه كيغسل فيها. نشوفوا الليل شنو غادي شنو غايقول فيه البحر. ايوا الاخوان ما تنساوش اي ابونا اللي مازال ما دار ابوني ابونا وبارطاجيو وفعل الجرس وعاونونا بجيم. الحصيله هي هذه لا سخر الله الاخوان. هي كابيلا اللي شدينا البارح عند المغرب. هاد جوج بياسات تاكبا مع الشخار ولا سكراي ماشي شدنا هاد جوج بياسات البارح بالليل وكاين الشرن. ايوا شي حاجة قطعت ليا السبيب كان شي صيغة صنور صنور كبير نيت. هادشي اللي عطاه الاخوان. دابا راه درت البريجة ديالي هي مشحرة وغادي المقيلة دابا إلا سخر الله. هاهي المقيلة ديال كابيلا العنيدة. هاهي تبارك الله اللوين. شوف شوف اللوين مذهب. شوف اللهم بارك. هاد المقيلة راه في خاطر مبارك وفي خاطر السي خطابي اللي ما سمحتش لهم الظروف أنهم يجيو معانا. ان شاء الله نعوضها في المره الجايه لا سخر الله. وتحياتي للسي ياسين وحسون سي محمد مغاري حتى هو. بسم الله على بركه الله. ها هي الحوته الاولانيه
هاي الا كتبان لكم سليتي يا كوربينة صغيرة بات هرسات ليا. يلا بدات الصيادة. يلا شديت واحد جوج البياسات. هانتوما خليكم معايا يا القصبة تهرسات، خليكم معايا نوريكم هاد جوج البياسات هادو. هانتوما يلا دبرت على جوج البياسات بالمجال البوليسي قال لي صافي خويكم الله يا دوماج، نعاودوها مرة أخرى إن شاء الله. يلاه بدات الطريب، يلاه بدات الصياده. الساعه دابا 10 خلصت، ولكن دوماج مع الهرسه ديال القصبه مع جا البوليسي صافي ما شاء الله. هو ما تنساوش عفاكم ديروا ابوني اللي مازال ما تابونا، وتسناونا في فيديو جديد ان شاء الله. رجعت للبلاج كنصيد هاني. بسم الله الحوته الاولانيه هي هادي كوربينا، نتابعو الجديد ان شاء الله باش تشوفوا الحصيله. ونعاود نذكركم اللي مازال ما دار ابوني تابونا راه القناه ديال ناتور اي بليزير، راه ديما فيها الجديد وغادي يكون الجديد، واللي ما استفد شيء راه ولا بدا يدي واحد الفكره ولو بسيطه. يعني من بعد المغرب شويه كان شويه ديال الضريب، دابا وصل العشاء مابقى شي ضريب بزاف، وكيبان لي غادي نروح بحالي. الله يجعل البركه. اذا الشباب نعاود نذكركم، سمحوا لي واخا ماشي مره ماشي جوج، ولكن في الاعاده افاده. اللي مازال ما دار ابوني تابونا وشجعونا باش نزيدوا بالقناه اللي قدام. هذه القناه ديال الطبيعه ناتور اي بليزير. شكرا لكم، شكرا على المتابعه، وشكرا على الصبر ديالكم والوقت اللي منحتوا لهذا الفيديو هذا باش تفرجوا فيه حتى الاخر. شكرا لكم. نوريكم الحصيله المتواضعه، سمحوا لي ناخذ البيل باش نضوي لكم الحصيله. جد متواضعه هذه المره، هذه ما كانتش. الحصيله هي هذه، اربعه ديال الدبدوبات وواحد الشخره سكراي. الحمد لله، المهم احسن من الحصه اللي فاتت. هذيك المره في الفيديو اللي فات كنت صيدت غير جوج ديال الدبدوبات، اليوم اللهم لك الحمد اربعه الدبدوبات وواحد الشخر. الله يجعل البركه، كاين تحسن ملحوظ. غير دعمونا بلايك ودعمونا بالكومونتير، وان شاء الله ديما اللهم بارك. اللهم بارك، اللهم بارك. ها انتم شفت القوس، اللهم بارك. ها ارى ليا. الله 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 الله، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هاك اودي اسدي عبد اللطيف، هاك اسدي عبد اللطيف. ها انت شوف تبارك الله. اه شوف شوف القصبة، شوف. اللهم بارك. خليكم حتى الاخر الفيديو نعطيكم الحصيلة. يلا ايوا اللي مازال ما دار ابوني تابوني وفعل الجرس باش ما يزقل شي بحال هاد اللقطات هادو. ياك اسدي عبد اللطيف دير ابوني وفعل الجرس يوصلوك هاد اللقطات هادو، يوصلوك حتى للدار. ها انت تبارك الله، شوف ويلي 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 ويلي. ها انت اللهم بارك. ها شي كله باش تفرجوا انتم نعمس. ها يلا خليكم حتى الاخر الفيديو راه نعطيكم الحصيله. حنا مازال مستمرين في الصيد. شرغو كحل، هذا شرغو كحل. يلا يا وراك وراك على وراك على ابوني اش هاك تفرج اصاحبي. ضغط على ابوني وفعل الجرس. يلا الله كل حوته والضربه ديالها. تبارك الله، ما كاين غير التقاوس. هادي راه غير تيكرت هادي. او تبارك الله، والفراجة بالنهار بالنهار، الفراجة بالنهار تيكر. يلا يا انت الا ما قدرتيش تجي تصيد دير غير ابوني وفعل الجرس وخليك غير تفرج. يلا ومرحبا بك.
هذه القناة ديال ناتيغ بليزير ديال الطبيعة. انت تبارك الله ها كاين ال ما كاين غير الاسماك، ما كاين غير الشراغيه من الصفيات. تبارك الله، ها انت شربوا الريح، شربوا ها كنشربوا الريح. هاد العمليه سميتها كنشربوا الريح باش كيموت على خاطرو. يا الله، ودابا راه شرب ما ما فيه الكفايه، نقعدوه دابا. تبارك الله، الخيرات ديال التيغر ملي كيسهل الله عز وجل. ودابا نتابعو الصياد عاوتاني مع حد الحوت قايس. الرئيس حسن، واه الله يعطيك الصحة. تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك، تبارك الله، الله يجعل البركة. هذا هو القياس ديال التيكر. يلا وخليكم معنا حتى الاخر باش نعطيكم الحصيلة. يلا اوتشاو اوتشاو، ها نعاود تاني نزع الطيفان. ها هاك تفرج، عاود تاني با قاسم. ها ما كاين، الله يعطيك الصحة، شوية ديال الدقة ويجيب الله التيسير. ها يلا ابلطيف، يلا فرجنا، يلا ها 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 يا 20 درهم 20 درهم ودا ابلطيف بوتي فيز قام مايا انا 20 درهم. ها دابا بانت المعنى، دابا يكون البيع والشراء. يلا مرحبا بكم في القناة، يلا اللي مازال ما دار ابوني تابونا، يلا وتفرج، يلا جلس هنا في الدار وتفرج لي انا عمس مع راس، انا نوصل لك الفراجة حتى للدار. يلا ها انتم تقاو شفتي قلت، ها هو ها هو كيشرب الريحة. شرب الريح ولا مازال؟ ها انتم واش كتسنى؟ ورك على ديك البطونة الحمراء، ورك ورك ابونا يلا وفعل الجرس وصلك الجديد، وانت جالس في الدار مرتاح مع راسك. يلا مرحبا بكم، هذه قناة ناتيغ بليزير. ها ها انتم شوف تلقاو شوف نكسبا. ها هو كيشرب الريحة، ها مناصفي تبارك الله زويون. يلا خليكم حتى الاخر باش نعطيكم الحصيلة. ها انتم تبارك الله الحوت. ها ها باش ما تقولوش راه صغيره. ها تبارك الله. اذا مرحبا بكم، اللي مازال ما دار ابوني تابونا ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد، وقبلوا علينا في هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم في مغامره اخرى، سواء في الصيد سواء في الجبل. ما تنساونا شيء بلي لايك، وخليو لنا كومونتير، شكرا لكم. إذن هي هذه الحصيلة، الحصيلة هي هذه، اللهم بارك، وهذه غير تيكر. هذا شنو صار لطيف خاص عليك؟ اه واه ولكن فهمت عليك راه صاحبي اسمي كان تجرو كرو زيد حق انا كنت عارف يقدر يكون شي اخطبوط هذا. يقدر يكون شي اخطبوط شفت ليه؟ شرا شفت هذيك التقويصه ديال الكسبه شفتها؟ شفتها والله الا شفتها. البلوم كرابر ما يديرش هكاك، الرخ غير داب زعما ملي تفكو صافي كتجي الكسبه ليبر. هذيك كانت جايبه شي حاجه، شفت هذيك التقويصه؟ صافي مشى سير سير غير عاود لونسي عاود لونسي عاود لونسي، جيب الله التيسير هذا اللي مشى غادي يعاود يجي.
الرئيس عبد اللطيف حسيتي بشي حاجه؟ ياك اكون غير كوري انت هذاك اه خليها مازال خليها شويه. سي عبد اللطيف اش هذاك الخير؟ ارا نشوف كاين دوماج هادي الميكا هادي الاوسخ عندك الصناره ولكن راه كاين 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 الحوته هنايا ارا سي عبد اللطيف ارا ابلغ ارا نوري للمشاهدين ها هو ابلغ ها ها سي عبد اللطيف تسفل لينا الحمد لله ضرب لك على الدويده ياك اه اللهم بارك ها ابلغ زويون راه قريب نص كيلو اللهم بارك اه بصحه وراحه داس دي عبد اللطيف ها هادشي كيشجعنا باش نزيدو اللونسيو يلا يلا اه يلا تبدا الصياده يلا سير على الله خليكم حتى الاخر ديال الفيديو ها عبد اللطيف راه هو اللي فتح الحصه خليكم حتى الاخر ديال الفيديو غادي نعطيكم الحصيله دقه بدقه اللي تشدت راه نصوروها لكم وفي الاخر نعطيكم الحصيله الاجماليه ان شاء الله الرحمن الرحيم الله الله الحمد لله واحد ام نصفي صغير ها هو يسر الله عز وجل ها هو من أصفي أنت من بعد سي سي عبد اللطيف اللي ضرب أبلاغ ضربت هذا من أصفي هذا وإن شاء الله السرحة يالله سالات البحر هذه بدا يطلع دابا ماشين يكون الضريب إذا نخليكم معنا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم الحصيلة في لفان ديال الفيديو مع تيسير الله هايا آه شنا القصبة قوسات بومبات يا فرحنا وداكشي جاي ثقيل ولكن رجع في الله انتوما كتشوفوها الميكا سي دوماج سي دوماج الناس اللي كيجيو للبحر وكيرميو هاد النفايات هادو دوماج ومن هاد الشاشة الصغيرة كناشد الناس على ربي اللي جا لابلاج اللي جا للبحر اللي مشى لشي منطقة طبيعية ما يخليش الازبال ديالو يجمعهم ويديهم معاه راه كاين المطرح ديال النفايات كاين الناس اللي مسؤولين كيجمعوا هاد النفايات هادو الله يجازيكم بخير متابعين ديال قناه ناتيرو بليزير هاد الخرجه هادي سالات وطلعت فالصو والو ما جابش الله الحوت سالينا احنا غاديين دابا نروحوا لديورنا والو هذاك الحبه الصغيره ديال مناصفي ابلغ اللي شد السي عبد اللطيف ها هو صافي السي قاسم ها هو راه كان شاد الكرسي شاد داكرو هو شاد داكرو هذا الشيء اللي عطى الله واخا هكذاك ما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس وخليو لنا كومونتير ديال هذا الفيديو هذا وشوفوا الفيديوهات اللي من قبل راه كاين فيديوهات زوينين ديال الطبيعه ديال البحر ديال ومرحبا بكم هذه قناه ناتيرو بليزير ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديو الجاي يكون احسن من هذا فيه الفراجه تهلاو ليا فراسكم السلام عليكم. ها انتم هنا كنقاد العجينه لونسيت هاد الكسبه هادي درت فيها سرديله اللهم بارك راه فيها شي ضريبات كان شي ضريبات ربما حاصله فيها شي حاجه غيكون فيها شي باغباغ ولا شي تمرين عاد مع تيسير الله دابا غادي غنجبدها نقلبها ونشوف شنو فيها هانتوما اللهم بارك شوف شوف تخويصة هاد الكسبة ها شوف تخويصة هاد الكسبة دوماج منقدرش نصور لكم المباشر غنحاول معرفتش شنو هادشي حاصل فيها انتم شوفوا شوفوا كويس هذا الكبر اللهم بارك ها
نروحو نزومي لكم على الحوتة. راه هي في الماء هذا باغ باغ. ها هو في الماء شتو باغ باغ. ها هو شوف اللهم بارك. شوف بارك. شوف شوف لك صباح اما كان غير خاوس. ها انتم اللهم بارك. ها باغ باغ. شوف اللهم بارك. ها للاخوان الحصيله ديال هذا النهار هي هذه السمكه هذه اللي كنقولها حنا الرياس باغ باغ. بيلوطه ما جابش الله فيها، كان هذاك الشيء صغير كنشد في داك الشيء صغير وكنرجعوا للماء. اذا هذا الشيء اللي قسم الله. اذا كنعاود نناشدكم اللي مازال ما دار ابوني في هذه القناه، القناه ناتيغ بليزير، يدير ابوني ويفعل الجرس ويخلي لنا كومونتير ودعمونا بلي لايك. الله يجازيكم بخير ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديو الجاي. السلام عليكم متابعين ديال قناة ناتيغ بليزيغ، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد اللي غادي نسميه فيديو ديال المغامرة، لأنني أول مرة كنجي نصيد في هذه البلاصة هذه مع مع الرئيس يوسف. هذه البلاصة سميتها إيمسوان، أول مرة كنجي ليها. يعني كانت صعوبة في الطريق لكن كما تشوفوا كاين صعوبة شوية في الطريق وكاين البعد كاين المسافة، ولكن الرئيس المغامر ديما كيقلب على مصايد جداد ولا لقى اللي يشجعوا راه كيزيد لقدام. اذا هذه قناه ناتيغ بليزير، مرحبا بكم، خليكم حتى الاخر ديال هذا الفيديو هذا، ما تبخلوش علينا بلي كومونتير وبلي جيم ودعمونا بلي لايك. شكرا لكم على المتابعه. النار ديال الطريقه ديال الطايره. ها اللي غير يضرب عليك شي شر هو غتنسى كل شيء. والله الا راه عرفتي هنا واخا كاع ما الضيله واخا كاع ما كيضرب عليك ملي كتبقى اش كنو داك الجو ديال النقي. اي عاد عاد دابا تشوف سير الله يرضي عليك واحد الهبطه ديال بصح حسب الرئيس يوسف راه كاين واحد الطلعه مازال قبيحه شويه هنايا لقدام، ما عرفتش نقدر نصورها لكم ولا لا. هنا غتكون تقريبا واحد 15 متر ديال العلو. تبارك الله الجبولة وصلت هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نصيدو. هنا غنديرو بيلوطا غنديرو الدكة وغنديرو اللونس وان شاء الله الله يجيبها سمينة. خليكم مع الفيديو حتى الاخر، راه كنعطيكم بعض التفاصيل على المصيد ونعطيكم حتى التفاصيل على الصياد الى سخر الله. ها البياسة الاولى بسم الله تسفلنا. ها انتم مع طياح الشمس البحر خاوي. ها هو واحد قرفوح بسم الله. الرئيس يوسف حتى هو راه مفرج، راه كاين في هذاك القرن لهيه. وان شاء الله الرحمن الرحيم هذه مبشرات ديال الخير، مبشرات ديال الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون الخير هذه الليله هذه. ها انتم ما بها شيء صغيره ولكن مقله. آه. مقله. يلا خليكم معنا الليله ان شاء الله الرحمن الرحيم غدوز زوينه. يعني اللهم بارك. ها احداد كاين الضريب اللهم بارك كاين الضريب. غتكون الفراجه هاد الليله هادي وغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم مع تيسير الله. خليكم مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادي شرنا هادي شرن هانتوما الاخوان اللهم بارك. ها شي قريف حات القرفوح هذا سمحوا لي راه موسخ شي شويه. واحد جوج بياسات ديال الشرن
انتم هاد البياسه اللهم بارك، ها هي مسلكه هاي اللهم بارك. وباقي الصياده هذه الله جبتها دابا. خليكم معنا ما تغادروش القناه، وما تنسونا شيء اللي مازال ما دار ابوني تابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وما تنسونا شيء بلي كومونتير ولي لايك، دعمونا بلي لايك وبالبارطاج، وشكرا لكم. هذه هي الحصيله ديال السبت بالليل، هي هذه الشرن هو اللي ضارب صافي. صراحه عييت، باقي مازال الشرن ولكن صراحه عييت صافي، بغيت نعس نسترح. الله يجعل شي بركه، واصلا الا زدت كثرت منه يعني غادي غير يخسر. انا هذا القياس فين شي يدير بنادم شويه نفطروا بها الى سخر الله ونتغداو بها، وغدا في الصباح ان شاء الله الرحمن الرحيم نسيو على الشرغو الى سخر الله عز وجل. اذا هكذا كيكون هذا الفيديو ديال العشيه والليله ديال السبت سهله. نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديو الثاني ديال هذا، لا تكون فيه الصياده ديال الحد ان شاء الله الرحمن الرحيم بالنهار. اذا ما تنساوش اللي مازال ما دار ابوني يتابونا ودعمونا بلايك وبارطاجيو الفيديو ما امكن، الله يجازيكم بخير. واللي مازال ما فعل شيء الجرس يفعل الجرس باش يبقى ديما يوصلو الجديد. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، اليوم الحد في الصباح، غادي نسيو ان شاء الله الرحمن الرحيم على الشرغو، وغادي نصورو لكم بالمباشر الا كانت شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فما تبخلوش علينا بلي لايك ودعمونا بلي كومونتير وبارطاجيو لي فيديو، شكرا لكم ومرحبا بكم في قناتنا تيغي بليزير. بسم الله على بركة الله، بسم الله يا رب يفتح يا رزاق. يا رب عليك يا ربي، بسم الله اللهم بارك. ها واحد الحداد مع الصباح، حداد حنا الحصة بأحداد، ها هو اللهم بارك ديال المقيلة. عليك يا ربي، بسم الله يا ربي. يا ربي ما تقطع شيء، بسم الله بسم الله يا ربي. هذه بورية، هذه بورية اللهم بارك. هذه بورية كاع معولنا عليها، هاد الساعة مازال ما كاينش حاجة نيت. اللهم هذا أبوري هذا وهاد الأحداد، العجينة قربت تسالي ليا، كاين شوية داكشي الصغير، كاينة كبايلة. غنكمل هاد العجينة هادي، غنمشي نصايب عجينة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم، وغنبدل البلاصة. المتتبعين ديال قناة ناتي غو بليزيغ، هاد الخرجة ديال النواحي ديال إمسوان بالضبط واحد المنطقة تليلت راه سالات، والحصيلة هي هادي ديال الليلة ديال البارحة واليوم في الصباح صافي. كان قايس شوية في الصباح صافي، مبقاش باغي ياكل صافي. الشرن كان ضارب بالليل ولكن ما بغينا شي نكثرو فيه، لأن نعودو نتعطلو هنا ويصدق غير يخسر لينا. أنا شدينا هاشي بركة اللي غنديرو بها شوية، غنتغداو دابا إلا سخر الله، وغادي نطلعو في حالنا. السلام عليكم متتبعين ديال قناة ناتيغ بليزيغ، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا ديال المغامرة في إمسوان. يلا وصلنا دابا 8 هادي، لا طونط هي في بكيناها يا شباب. دابا غادي نصليو ان شاء الله الرحمن الرحيم المغرب،
وانا مطور الصيادة. اذا خليكم مع الفيديو، اللي مازال ما دار ابوني يتابونا ويفعل الجرس باش يتوصل الجديد، وما تنساوش تدعمونا باللايك. راه نضربوا شويه بويش هي الاولى شويه ويحن الله كلشي كلشي مجموعه كامله. اي دابا جات دار السر ديال بوحدي مجموعه صاحبي. دابا شدو كود داسيوس دابا صاحبي. انا نحط ريبيو ونقرب الضو وغادي نشد. بسم الله على بركه الله. من بعد واحد الصبر الشخار، ها هو اول بياسه ديال الشخار في هذه الليله هذه. دابا شي لوحده والصرف، يلا بدا كيضرب الشخار. هذه البياسه الاولى، خليكم مع الفيديو غادي نمشي نكمل الصياده ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها البياسه الثانيه، اللهم بارك. احداد هذا احداد مهور، اللهم بارك. ها بارك الله. ها الوحده ونص صياده مازال مستمر. حتى كنت ناوي الناس واقول لي الرئيس عادي، لا غير صبر غير صبر ودير بيلوطر يجيب الله التيسير. راه مع التيسير الله. خليكم مع الفيديو، راه نبقى نصور لكم دقه دقه وفي الاخر نعطيكم الحصيله الاجماليه ان شاء الله. السلام عليكم وصباح الخير عليكم المتتبعين ديال قناه ناتيغ بليزير. اذا كنتم مازال متبعين معنا الفيديو، غنوريكم الحصيله ديال الليل. هيا شوفوها. البارح 3 د الليل حبست الصياده لان كانت السمره وما بقاش هاد الضريب، كاينش الضريب بزاف. غنوريكم الحصيله ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا الحصيله المتواضعه ديال الليل هي هذه. الحوت ما كانش قايس، عندك الشخار، جوج ديال الشخار، هاد البياسه ديال حداد اللهم بارك اللي مسلكه شويه، وجوج بياسات ديال كابيلا. صافي هادشي اللي عطى الله بالليل. البحر باقي خاوي، مازال كيقيس شي لقطات قلال. ان شاء الله الرحمن الرحيم ملي يبدا البحر يجي غتكون الفرجه، نتمنى على الله. اخوان صليو على النبي. والو هذا الصباح ما جابش الله، واحد الشرغو صغير هو اللي شديت في هذه البلاصه هذه، مي سينو راه ما كاين شيء لحد الساعه. السلام عليكم المتتبعين ديال قناه ناتيو في بليزير. هذه الخرجه هذه مغامره ديال الصيد نواحيتي الليل. النواحي ديال نسوان راها سالات، انا جمعت الباكتاج ديالي غادي ندخل فحالي الدار ان شاء الله الرحمن الرحيم. الرئيس يوسف والرئيس عادل راه باقي مازال مصيدين على الله، الا بغيتها الله شي حاجه. ميرا بالنهار ما كانتش شي حاجه، كان غير داكشي الصغير كنشدوه كنرجعوه للماء، هادشي اللي عطى الله هذا. اذا ما تنساونا شايف التعاليق، وما تنساوش تدعموا القناه بلايك، واللي مازال ما دار ابوني ابونا وفعل الجرس. شكرا لكم، نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. من هنا تماك، السلام عليكم.